مساء الخير. عدنا في هذه الأمسية لنتحدث عن Gothic Architecture، الفن الغوطي، ورايحين نحكي عن قلب مدينة اسمها سالزبورغ. عدد الكنائس في قلب المدينة 30 على اختلاف أحجامها. طبعا في مهندسين صمموا هذه، يوهان برنهان فيشر صمم أيضا كنيسة القديس برقس ومرقس، وأيضا سبقوا في بناء الكنائس الباروك المهندس جيوفاني كاسبر، وكل هذه زخرفتها اعتمدت على الطراز الباروك أركيتكتشر، لكن في جوهرها عنصر رومانسي كبير غوطي مثل كنيسة القديس ميخائيل. الإشي الجميل في بعض من هذه الكنائس الأبراج تبعها، الألوان اللي تميزت فيها، الألوان الأزرق السماوي الفاتح، صفار الحجر، الحجر المصفر الأبيض لبعض من الدومز الموجودة، وأيضا البرج نهايته الاندينج تبعه تميزت في أعطوا الألوان الأحمر الأخضر الفاتح. لكن في نهاية كل شارع أو في نهاية كل محور في المدينة كنت تلاقي ست أو أربعة أو خمس، أربعة أو خمس أو ست كنائس مجتمعة مع بعض، وأحجامها تختلف. طبعا الهدف منها طبعا كان روحاني، لأنه تتذكروا أنتم في العصر الباروكي والعصر الغوطي كان الهدف دائما العمارة المرتبطة ب انطقت الكنيسة على معظم، حتى على الطريقة اللي كانوا يحكموا فيها في أوروبا. ولذلك كان الفن الباروك وفن الغوثيك أركيتكتشر تميز وظهر بقوة في هذه الكنائس. فهذا من القراءات، ودائما لما إحنا، لأنه إحنا محصورين الآن مع هالأزمة الكورونا، وجدت كمان في دفاتري وأنا ببحث 1996 شو كنت أرسم. بعد مرات وانت قاعد ترسم السيارات، أنواع السيارات أشكالها، وتكتب مذكرات وين كنت وشو your writing watching TV. بعد مرات بتكون إما تتناول العشاء أو تتمشى، لكن اللي انت بلاحظه دائما المخزون بكون في هذه الكتب. رايحين الآن نبلش في اللون الأصفر لا طبعا أنا رايح أعطيه اللون كما هو، كما طبعا موجود في الصورة، وهذول striking colors. وهذا striking colors أو اللون، زي ما كنا نحكي الرسم بالألوان المائية فورا برز عندنا الإليمنتس. طبعا في بعض الأحيان إذا بتلاحظوا كل الكنيستين تقريبا متشابهتين وأبراجهم، وهي إحنا رسمنا باللون and this is a very quick، طريقة سريعة في الخلف في أيضا لون أصفر لكن أفتح فبدي أستعمله، وفي الخلفية للكنيسة الخلفية أيضا لون أصفر فاتح. إذا اللي عندي قرب صار دارك يلو، والخلف صار فاتح. في عندي أيضا استمرارية للبرج هون، هلا بدي أرسم الجرين. الجرين اللي موجود كأنه بربط على لون أزرق أكثر منه جرين، أو مع بهذه الطريقة. وهلأ بدي أرسم الأوتلاين لهذه القبب اللي بتكون في على قمة التاورز. التاورز اللي موجودة عندنا تقريبا كلها طغى عليها هون اللون الأخضر زي ما احنا شايفين.
لكن في جوثيك توب موجود عندي لونه أحمر فاقع ظهر اللون الأحمر فورا عندي في واحدة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس كنائس عندي لون أزرق يخلط مع الأبيض حتى يصير وايتش أو لون يضرب على الأزرق الفاتح اللي هو في هذا الروف أوكي أو في هذا في أي الدوم. وزي ما أنتوا شايفين أنا بحاول إنه أترك أيضا في عندي القبة الكبيرة ظاهرة لإلي وظاهرة إتسونا دارك بلوش جرين ضارب على غامق جدا. فهلا بدي أستعمل هذا اللون. ظهرت هاي القبة بشكل كبير جدا. هي كلها غامقة لكن أنا بدي أترك جزء منها بسيط إنه ضارب عليها شوية وايتنس. هذا في الآن بدي أنزل للون اللي هو ضارب على جري على لون أبيض مع أنا بدي أحاول هون أوقت نفسي إنه أرسمها washing بنسميه you are washing the color أكثر من شيء تاني. وهلا بدي أشوف كمان هذا المبنى كلياته ضارب على اللون اللي هو gray background. هلا بدي اجي على ويندوز. واذا بتلاحظوا الويندوز هون اعطيتها اللون الغامق الأزرق كلها مع العلم هي ألوانها تختلف شوية. It's like a dark blue بس أنا ما أعطيتها. حتى الرسمة اللي بتكون سريعة بعد مرات بكون إلها فينس بكون إلها يعني كمان دخلت نفس اللون اللي هو الأزرق في الخلفية اللي بتكون فيها زي ظلال. فصارت أغلبية اللون اللي أنا مستعمله هون دارك بلو مع جرين. وهذا حتى الوش اللي هون بدي أحاول أعطيه تاتش أوف
دائما 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 اهم اشي وانت بترسم not to be afraid, يعني بده يكون عندك جرأة باستعمال الالوان. هلا بدي اجي هون اظهرت اللون الاصفر بقوة, بدي اظهره هون كمان, بدي ارجع at the edges. ناس بديك النهار يعني بالأسئلة بيسألوا أنت معظم الوقت تحكي عن الفري هاند. طبعا أنا أعطيت كذا محاضرة عن الاركيتكتشرال إليفيشنز وعطيت عن اللانسكيب, لكن ما بنقدر إحنا بيوم وليلة نعطي كل المحاضرات لأنه it takes time, وبما أنه it takes time بدها وقت حتى نكمل. أنا بدي أعطي شوية شادو للعمارة من تحت, أنا ذر بلوش عملت فريم لرسمتي. بعد مرات بجوز يتخطى لون على لون, مش كتير دائما بقلقني إنه هيك. أنا خلصت رسمتي وما رايح أعمل كمان, ما رايح أعمل سكاي لهاي الكويك سكيتش. ما بتصور أخذ 10 دقائق أو 12 دقيقة كسكيتش كوقته, لكن سريعة بنكون اقتبسنا اللونين ثلاثة. إنه القبب مش شرط دائما تكون حجرية أو تكون حمراء أو قرميدية, ممكن أن تأخذ القبب وتأخذ أعلى التورات ألوان أخرى ثانية. هيك بكون أعطينا كويك سكيتش, رسمنا وتحدثنا معكم في هذا المساء. بتكتشف انه انت كل ما تحدثت في العمارة, كل ما فتحت الكتب اللي موجودة عندك, وطبعا تجد كتب كثير موجودة باللغة العربية, لكن المخزون اللي في الدول الأجنبية وأوروبا وحتى في الصين واليابان الهند, الاهتمام بالآثار والمنشآت التاريخية ما بعرف ليش عندنا في منطقتنا لا نهتم فيهم بشكل كبير جدا. حتى العمارة اللي عمرها 200 سنة أو 100 سنة, العمارة التراثية, كأنه كلنا حبينا ننتقل إلى العمارة الحديثة وتناسينا أو تجاهلنا المخزون التراثي اللي موجود في المنطقة العربية وأصبحت آثار. يعني صحيح إن البتراء وهي كنز والمحافظة عليها أو عجرش أو على وسط مدينة الصلب أو على وسط مدينة الكرك أو إربد أو المناطق الأثرية اللي موجودة فيها التراثية, الاهتمام لا يرقى إلى مستوى إعادة إحياء المدينة. لفت نظري شارع المعز لدين الله الفاطمي وحركة الترميم, Adaptive Reuse, Historic Preservation, الحفاظ على التراث, إلو adaptive reuse, إعادة استعمال, إلو conservation, المحافظة, ترميم بالكامل, هذا يروح للآثار أو لإشي قديم جدا بدك تحافظ عليه. بس أنت ممكن تعمل adaptive reuse, reconstruction, إعادة بناء إشي, blending old and new. مبارح كان في محاضرة لاثنين من بلجيم معماريين حكوا عن adaptive reuse واستعمال المباني القديمة واستعمالها وإعادة صياغتها واستعمالها. الفابريكس اللي موجودة عندنا في بعض المساجد, بعض الكنائس, المدن الأثرية, كل هذه القلاع الأثرية
أعتقد أنها ما زالت إلى حد كبير في درجة إهمال بالترميم. طبعاً أجانا بعثات أثرية كثير، أنا خدمت في البتراء وكنت رئيس مدير عام لإقليم البتراء، أول مدير عام في 97، كنت أشوف 20 و12 و16 مجموعة من البعثات اللي بتقوم بالحفريات الأثرية، لكن الترميم كان دون المستوى في معظم الأحيان، كان التنقيب مهم والكشف عن، لكن إعادة صياغة المنطقة وترميمها. طبعا نجحنا في طيبة زمان، نجحنا في حياة زمان، طيب اللي كانت طيبة زمان صار، نجحنا في خربة النوافلة، رجحنا في أم قيس، في مادبة، في محاولات كانت مميزة لإعادة إحياء بعض المناطق القديمة عندنا، لكن ما زلنا بعيدين عن المستوى اللي بنطمح إله. أعتقد إعادة صياغة روح المدينة، مش بإعادة التراث كم زي ما كان قبل 300 و400 و1000 سنة، لا، إعادة عطر المكان ورونق المكان، أعتقد هذا بنقلنا إلى درجة أخرى، إلى ليفل آخر من الثقافة والتحلي بالروح والثقافة العربية. فلسفتنا في العمارة، أي واحد عنده مخزون تراثي حضاري أكيوميليتيف بيقدر يعمل إشي ويطور على إشي ويحدث الحداثة ما بين الحداثة. رايح أحاول أعطي محاضرة إن شاء الله عن إشي اسمه Critical Regionalism. Critical Regionalism الأبروتش اللي هو حضارة المتوسط، حضارة عمارة المتوسط، يصبغ عليها صيغة معينة في بعض العناصر وبعض المفردات وبعض الألوان وبعض التكنيكس والبناء، يقارب بعض البعض لأنه عبارة عن 9 أو 10 حضارات متراكمة كبيرة من الفراعنة إلى آخر أيام الدولة العثمانية وحتى في العصر الحديث. هذا التراكم لا تجدوه إلا في المدن الكبيرة، لا تجدوه إلا في المدن سيدي بوسعيد، مراكش، اسطنبول، القاهرة، روما، المدن الكبيرة، القدس، المدن الكبيرة تتساوى في هذا الزخم. طبعا لأنه استمرار الحكم فيها والإمارات فيها، استمراريتها بأنها كانت مدن مستمرة في حياة كمدينة وليس كقرية. حتى لو في بعض المدن في منطقتنا مثل كرك والسلط القلاع فيها كانت مهمة أو المناطق التراثية فيها مهمة، لكن جرش مدينة لكن ما توارث عليها الحفاظ على موطئ التاريخ اللي مر والعصور التاريخية اللي مرت في بعض المدن والقلاع الأردنية. حتى بتشوف قصر الخرانة، قصر الطوبة، القصور اللي موجودة الأموية اللي متروكة عندنا في الصحراء، العناية بها لا ترقى إلى المستوى اللي احنا بدنا إياه. الآثار مثل الطبيعة، عنصر أيضا أمن قومي زي ما بتشوفوا في السياحة، السياحة داخل قومي. طبعا احنا في وضع الآن حرج جدا، لكن أعتقد أننا سنعود. يجب علينا إعادة قراءة التاريخ وصياغة التاريخ اللي أخذناه. هذه الكتب اللي أمامنا وبنشوفها وحوالينا هي مصدر إنك تكون أنت فخور، لأنه بجوز بكرة كمان أو بعد بكرة الأسبوع الجاي نحكي عن إسبانيا ونحكي عن مدريد ونحكي عن قصر الحمراء ونحكي عن أصفهان ونحكي عن العمارة الإسلامية. الكل بيقول والله بدي عمارة إسلامية. العمارة الإسلامية 7 مناطق، العمارة الإسلامية مش عمارة واحدة. العمارة الإسلامية من المغرب العربي له نمط في العمارة، بعدين بتيجي لليبيا، بتيجي لتونس، بتيجي لمصر لحالها قائمة بحالها اللي هي العمارة المملوكية والعمارة الفاطمية وإلى آخره، بتيجي للدمشق، بتيجي للأمويين، في إلهم مفردات في بلاد الشام ولهم مفردات في إسبانيا، تجي على عمارة بغداد، وعمارة بغداد من أيام الأشوريين والكلدانيين والدولة العباسية والتراكمات، تروح للعمارة الإسلامية اللي في أصفهان، تروح إلى شمال إيران وتجد في دول شمال جنوب شرق روسيا كازاخستان والآخر، تجد العمارة روح للهند والباكستان، يختلف النمط المساجد، مش وظيفة المسجد، عمارة المساجد
المفردات اللي حواليها تختلف، المواد اللي بيبنوا فيها. روح لأندونيسيا وماليزيا تجد لغة أخرى، أو الصين في العمارة والقبب. وهذا موضوع قليل ناس كتبوا فيه في العالم العربي، لكن أعتقد في بعض الكتب وبعض المصادر اللي بتقول لك شو العمارة. كله بيقول بدي عمارة إسلامية. في تراكمات بالعمارة الإسلامية أجت من الحضارة الفرعونية، انتقلت لليونانية للرومانية وبعدين الرومان، وبعدين امتدت في حوض المتوسط، لأنه 150 و300 سنة بقوا في بعض المناطق أثروا بشكل كبير عنا، حتى القلاع الصليبية اللي امتدت وبنيت وتراكمات. بعدين أجت العمارة المملوكية والفاطمية وتألقوا مع الأمو بعد الأمويين أيضا في مفردات معمارية، حتى جاء دور العثمانيين. أجوا العثمانيين فأنهوا الدور للعمارة، وكان من مفرد من عمالقة العمارة تبعهم أو عمالقة التاريخ المعماريين في التاريخ سنان. تحية لكم هذا المساء، ما بنطول عليكم، لكن مداخلة تحملونا فيها من عطر التاريخ ومن عطر القراءة في زمن الكورونا.